الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا وخلقا، فقد قال البراء بن عازب في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا. وأما صفة النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرت في كتب الحديث أنه كان ربعة لم يكن قصيرا بل هو إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكان أبيضا مشربا بحمرة، كان مشرق الوجه. فقد روى البيهقي والطبراني عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال: قلت للربيع بنت معوذ: صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لو رأيته لقلت الشمس طالعة. وروى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. وكان يقول: ما رأيت قبله ولا بعده مثله، أي في حسن الخلقة. كان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين لم يكن غليظهما، وكان واسع العينين، وكان أهدب الأشفار أي كثير شعر الجفون، ولم يكن نحيف الكف ولا نحيف القدمين، وكان طويل الذراع، وكان سواء البطن والصدر، وكان صوته جهيرا لم يكن ضعيف الصوت، وكان أجل الجبهة واسع الجبين، وكان شعره صلى الله عليه وسلم أسود شديد السواد، لم يظهر في شعره من الشيب إلا نحو 20 شعرة، وما سوى ذلك بقي على لونه الأصلي السواد. فهذه عائشة رضي الله عنها جعلت تنظر إلى رسول الله وتقول: وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، كما جاء عن بعض الصحابة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله، مرفوع القامة أبيض اللون، جميل الصورة فصيح الكلام، كاملا في ذاته، مكملا في أوصافه الخلقية، ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام، عظيم الرأس أسود الشعر، تتيه في محاسنه العقول الذكية، وتتحير في كمال جماله الأفهام، قمري الجبين حواجبه هلالية، كحيل الطرف أهدب العينين، وظريف القوام أبيض الخدين مشربا بالحمرة، وجهه كأنه البدر ليلة التمام، يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مشارقها الفلكية، كوكبي الأنف يزول من ضياء طلعته الظلام، وإذا تكلم خرج النور من ثناياه اللؤلؤية، مفلج الأسنان، سلسبيل الريق، وجميل الابتسام، عظيم اللحية، معتدل العنق في صفاء الفضة النقية، وإذا نامت عيناه فقلبه الشريف لا ينام، عطوف رؤوف رحيم كريم. صلوا على رسول الله، كلما طلعت شمس أو غربت ما جاد سحاح الغمام. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام هذه الليلة وفي كل ليلة، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.